بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المتابعين والمشاهدين في كل مكان وزمان، أسعد الله مساءكم وطابت جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. أحييكم وأجدد بكم الترحيب ضمن هذه المنافسة المشرفة ما بين الأسماء الكبيرة والشعارات المثيرة الحاضرة والمتواجدة بين أركان وأقطاب هذا الميدان، حيث نشاهد وإياكم هذا الكم الهائل وهذا الجمع الغفير من الأسماء الحاضرة والمتواجدة من أجل الناموس الغالي ومن أجل الانتصار. ينطلق بحفظ من الله تعالى ورعايته شوطنا السابع للإجذاع الإبكار، والمسافة المخصصة لهذا الشوط ألا وهي 6 كيلومترات، ما تفصلنا عن الناموس وما تفصلنا عن الانتصار. البداية والمقدمة، من ينطلق ويندفع على أول المراكز مالك مزنة فيصل بن عبد الهادي بن محمد بن مبارك بن نايفة، من يقدم لنا مزنة على المركز الأول، بينما ثاني الأسماء وثاني القادمين والواصلين القدوم والوصول من قبل هنالك خلود حمد بن محمد بن علي بن حسين الجرحب، من يقدم لنا خلود على المركز الثاني وثالث الأسماء القادم والواصل أبا الشيقان بتحديات رها، من ترهي على السبق بتحديات صالح بن فرج بن حسين أبا الشيقان المري، من تنطلق وتستلم زمام الأمور. بينما رابع الأسماء رابع الواصلين والقادمين في هذه اللحظات، أرى القدوم من قبل العنود محمد بن عيسى بن عبد الله الربيعة الكواري، من يصل ويتقدم على المركز الرابع. خامس الأسماء من نختم به النداء يا أخواني، خامس الأسماء أرى القدوم والوصول من قبل الغزيل، تصل الغزيل بتحديات علي بن سالم بن سنيد بن محمد الدعية، من يقدم لنا الغزيل على المركز الخامس. هكذا مشاهدينا الأعزاء متابعينا الأفاضل، أتممنا على مسامعكم الخمس المراكز الأولى المتقدمة ونداؤنا الأول، ومن هنا تحول نحو الصدارة نحو المقدمة نحو من يتربع على عرش الصدارة. الله يا رها 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 رها، من تنطلق برها صالح بن فرج بن حسين أبا السيقان المري، من ترهي على المركز الأول حتى هذه اللحظات وتنطلق وتندفع على المركز الأول. ولكن إني أرى سيل جارف من الأسماء الكبيرة من الشعارات المثيرة الرنانة، يا هم من فطاحلة المضمرين حاضرين في هذا الشوط ومتواجدين من أجل الناموس ومن أجل الانتصار. يا سلام يا سلام يا سلام، الله. ثالث الأسماء والثالث الواصلين، أرى القدوم والوصول من تصل وتتقدم على المركز الثالث من الجانب الآخر على ما يبدو لي. الغزيل العنود عفوا محمد بن عيسى بن عبد الله الربيعة الكواري، ورابع الأسماء القدوم من غشامة سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد آل بخيت، وخامس الأسماء يا سلام تصل الغزيل علي بن سالم بن سنيد بن محمد الدعية. يا سلام، هكذا مشاهدينا الأعزاء وافيناكم بالتمام والكمال على الخمس المراكز الأولى
المتقدمة. نعود إلى من تقود هذا الجمع الغفير، إلى من تقود هذا السرب المليء بالذلل الأصايل. من تنطلق رها على المركز الأول، من تنطلق برهاوة برهاوتها، ولكن من الجانب الآخر من غير إلان لكي يستلم زمام الأمور. شعارك البخيت بتحديات سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت بتحديات غشامة، غشامة تنطلق تستلم زمام الأمور حتى هذه اللحظات، تنطلق على المركز الأول بتحدياتها بسجل حافل بالإنجازات. يا سلام يا سلام يا سلام، الله من بدأت تباعد وتغادر المشاركين، ولكن ثانية الأسماء القادمة والواصلة رها من تصل على المركز الثاني بتحديات صالح بن فرج بن حسين بسيقان المري، وثالث الأسماء من تتقدم وتتجاوز العنود محمد بن عيسى بن عبد الله الكواري، ورابع الأسماء القدوم والوصول من قبل إبداع المجدور واصل بتحديات ركان بن علي بن مسعود بن علي المجدور. ولكن 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 من تنطلق، من تندفع نحو البداية والمقدمة، غشامة غشامة. يا سلام يا سلام، راهية على السبق، ولكن دير بالك يا مالك غشامة، الأسماء يطالبون بالناموس كما تطالب. يا سلام يا سلام، وصلوا أهل الطلايب، درب 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 يا أخواني، درب للنابت بتحديات معاريف معاريف. يوه يا معاريف معاريف، الله 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 الله، بندر بن سالم بن مبارك النابت المري، من طارت من أقلعت من ناموس بالانتصار. سلام يا النابت، سلام سلام يا معاريف، سلام. ما هي تستاهل الضرب والله، ما هي تستاهل الضرب والله، سلمت يمينك يا من قدم لنا هذه البطلة النادرة الفريدة من نوعها. سلام معاريف، سلام سلام يا النابت، سلام. تهانينا والمبروك لمالك معاريف بندر بن سالم بن مبارك النابت المري، بينما كان على المركز الثاني مالك إبداع ركان بن علي بن مسعود بن علي المجدور، وثالث الأسماء مالك غشامة سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد آل بخيت، من قدم لنا دلة نشكر عليه. والمركز الرابع مالك سلسبيل فهد بن ماجد بن محمد الشحيمي القحطاني، وخامس الأسماء حمد بن سالم بن علي بن جهوين النابت بتحديات تفرجة على المركز الخامس. هكذا مشاهدينا الأعزاء نهني ونبارك مالك معاريف بندر بن سالم بن مبارك النابت المري، من فاجأنا عند الأمتار الأخيرة، والتوقيت الزمني 7 دقائق و47 ثانية و80 جزءا من الثانية.